المجموعة الأولى التي تلعب أولى مباريات هذا الموسم في ملعب الشيخ البويدية. بعض المباريات التي ستلعب في هذه الجولة في الملعب الأولمبي كذلك، البعض الآخر أو مباراة أخرى ستلعب في مدينة زويرات. تشجيع تشكرا الكرة الذي حينما تلعب الحرس الوطني فبكل تأكيد هو ماودو سيك. ماودو يتوغل، ماودو والتمريرة لكن تقطع من قبل دفاعات الحرس الوطني. هنا التسديد من بعيد ورحلة المحاولة الفرص والتسديد من خارج منطقة العمليات، لكن أحمد بالخير في المكان المناسب إلى في منتصف الملعب لاعبي كيكسن وقشوط في المقدمة بحثا هنا وحيدا في مواجهة أحمد بالخير، والهدف الأول نعم في الشباك، هدف لكيكسن وقشوط بعد 15 دقيقة وعن طريق اللاعب أحمد تيجان بوتش بطريقة رائعة وجميلة. هنا نشاهد الإعادة الانفراد بالحارس والمدافع والقائد الذي كان بطيئا. التشجيع من قبل مدرب كيكسن وقشوط الذي لا يريد سيك بابا بيراما كوني، وكل العول من قبل الحرس الوطني على بيراما وهنا في الشباك، لكن تصطدم بالقائم وتعود بعد محاولة الوصول إلى الزاوية 90. التعامل يبحث عن الشيخ تيجان، يبحث عن تيجان صاحب الهدف الأول وفي رحلة البحث عن الهدف الثاني، لكن التسديدة لم تكن قوية. أحمد سالم صمبا وعبد الرحمن سي والتسديدة، وأمباكي جو هو الأقرب للكرة الذي خطف الكرة من بين أقدام لاعبي الحرس الوطني. هنا صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة الحرس الوطني وكينغسون وقشوط، هدف وحيد للشيخ تيجاني في الدقيقة 15 من الشوط الأول. المباراة التي عرفت حتى اللحظة هدفا وحيدا صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة، و45 دقيقة الأخيرة التي للحسم ولا شيء غير الحسم، إما أن يواصل كينغسون وقشوط في التقدم وإما أن يعود الحرس ويعدل النتيجة. بحثا عن مامادو، مامادو سيك ينطلق، مامادو الصارو ينطلق بشكل صاروخي وهنا يمرر إلى الشيخ تيجان. الشيخ تيجان يحافظ على كرته، ينفذ ويسدد. ركلة جزاء وليست ركنية، لم تكن الصورة على الهجمة قبل قليل. مختار سيدي، أحمد بالخير، المختار وفي الشباك. نعم الهدف الثاني لكينغسون وقشوط في هذه اللحظة وتعزيز النتيجة بهدفين دون مقابل لكينغسون وقشوط. تبات يداهمهما وأننا دخلنا في ربع الساعة الأخير، لذلك بات الجميع يسارع، بات الجميع يضغط، وتسديدة من بعيد رائعة كل الروعة. سيدي محمد في أول لمسة له للكرة يعود يمرر الرأسية، هنا الترويض من قبل مختار سيدي والتسديدة الرائعة. محمد المختار والرأسية في الشباك، رأسية متقنة رائعة، نجح الحرس الوطني. وأخيرا صافرة مامادو محمود معلنة نهاية مباراة كينغسون وقشوط والحرس الوطني بانتصار ملوك العاصمة وقشوط بهدفين مقابل هدف يتيم.